مرافق بيتنا، حضرت أم سعاد الشاي وطبقا من الحلويات للضيوف، في حين دعا فريد وسعاد صديقهما بدر لتعرف مرافق المنزل. قال فريد: تفضل يا بدر، هذه قاعة الضيوف وبجانبها حجرة أمي وأبي. قال بدر: وأين حجرتك يا فريد؟ أجاب فريد: إنها هناك في آخر البهو بجانب حجرة أخت سعاد. أسرعت القطة نحو مدخل المطبخ حيث وقفت سعاد وكأنها تقول لبدر: وهذا هو المطبخ.